الله جل في علاه يقول في سورة الأعراف: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين أن الله عز وجل إذا رأهم ابتعدوا عن طريق الله عز وجل يجعل لهم مصيبة أو قد يكون مرض فتعود إلى الله عز وجل، تضيق بك هذه الدنيا قد يكون بخذلان قريب، قد يكون بمرض، قد يكون بهم، فعندما تضيق عليك هذه الدنيا لا تجد المتسع ولا تجد الخلاص إلا عند الله جل جلاله. حتى المصيبة وحتى الهم رحمة من الله عز وجل. نوح عليه السلام دعا الله عز وجل بثلاث كلمات فتغيرت معالم الكرة الأرضية، اسمع إلى هذه الكلمات: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. انظر ماذا حدث بعد هذه الدعوات: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يا أحب الدعاء يغير كل شيء،